السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من وورلد سبورتس على قناة الأهلي. بنبقى موجودين مع حضراتكم كل يوم جمعة من الساعة 6 وحتى الساعة 7:30، بنتكلم في كل الأخبار العالمية اللي بتكون موجودة في دوريات مختلفة، الدوري الإنجليزي الأسباني والإيطالي. كان عندنا أسبوع ساخن جدا، أسبوع قوي جدا، وأخبار عديدة، وجائزة الأفضل في العالم، جائزة ذا بيست من مدينة ميلانو من مسرح لاسكالا، النسخة الرابعة. أول نسختين حصل عليهم كريستيانو رونالدو، النسخة الثالثة حصل عليها لوكا مودريتش، والنسخة الرابعة لحد دلوقتي حصل عليها ليونيل ميسي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كان في جائزة واحدة طوال السنين الماضية كانت ما بين الفرنس فوتبول والفيفا، وكانت تحت مسمى البالوندور، كرة الذهبية. لكن بعد ما الفيفا انفصلت عن الفرنس فوتبول بقت جائزتين، جائزة ذا بيست النسخة الرابعة وجائزة بالون دور من فرانس فوتبول اللي بتكون دايما في أواخر العام. تم اختيار ليونيل ميسي أفضل لاعب ب 46 نقطة، يلي فيرجيل فان دايك 38 نقطة، أما رونالدو ب 36 نقطة، والمركز الرابع محمد صلاح ب 26 نقطة. طبعا محمد صلاح غاب عن الحفل الأخير، لكن ليفربول تم يعني حصد ألقاب، يعني بنتكلم في أفضل مدير فني يوجن كلوب حصل على الجائزة، أحسن حارس مرمى أليسون بيكر، فيرجيل فان دايك موجود في المركز الثاني، وبالتالي كلام كتير جدا هنتكلم عليه. لكن بالنسبة لي عليه علامة استفهام هو ال 11 لاعب اللي تم اختيارهم كأفضل 11 لاعب موجودين في العالم. يعني أنا شايف إن على سبيل المثال روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول استحق أن يكون متواجد بدلا من مارسيلو اللي ممكن ما يكونش حقق نفس النجاحات. طيب هنقرب أكتر من المداخلة ونعرف إيه اللي تم والكواليس مع الأستاذ هاني دانيال، الصحفي الصحفي والمراسل لجريدة البوابة اللي مقيم حاليا في برلين. هاني برحب بحضرتك. اهلا بك استاذ المشاهدين. اهلا استاذ هاني. اكيد يعني جائزه ذا بيست او الافضل في العالم اكيد حدث مهم جدا. في البدايه عايز اعرف من حضرتك اهميه الحدث ووجود حضرتك فيه للمره الثانيه. هو الحقيقه الجائزه طبعا بعد ما تم استحداثها من 2016 وفصل الجائزه اللي كانت مقدمه من الفيفا والفرنس فوتبول، تم استحداث جائزه اللي هي ذا بيست، فبقت الفيفا هو اللي بيقدم الجائزه بشكل مستقر، وفرانس فوتبول بقت تقدم الكره الذهبيه بشكل منفصل. استاذ هاني حضرتك على اتفضل حضرتك اتفضل كمل. فمن وقتها ومن 2016 الجائزه دي بيتم استحداثها، اتعملت يعني كان الاول النظام بتاعها عباره عن مشاركه اللاعبين والمدربين كباتن المنتخبات والمدربين المنتخبات وصحفي كل دوله، ثم بعدين فكروا في موضوع الجمهور وابتدى الجمهور يشارك في هذه الجائزه زي ما احنا شفنا الفتره الاخيره. الحمد لله مش حظينا بثقه المشاركه المره الرابعه، بس للتوضيح انا ما يعني ما حضرتش الحفل، انا مجرد بشارك وبصوت في الاختيار. انما في لبس حصل عند الجمهور بشكل كبير، وده لازم نوضحه. مش معنى ان محمد صلاح خد 26 نقطه ورونالدو خد 36 نقطه فده معناها ان كان ممكن لو ال 15 نقطه المخصصه لمصر اعلامي مدرب كابتن فريق يبقى كده صلاح يقدر يسبق رونالدو، ده غير صحيح، لان اللي يقدر يجيب ورقه وقلم يحسب ويشوف المركز الاول بياخد 5 نقط، المركز الثاني بياخد 3 نقط، المركز الثالث بياخد نقطه، يقدر الكشف معلن يجيب الكشف ويشوف محمد صلاح خد دي اول، خد دي ثاني، خد دي ثالث، وهكذا رونالدو، هيلاقي ان محمد صلاح خد حوالي 357 نقطه في حين وجه مركز رابع، في حين ان رونالدو جه مركز ثالث ب 904 نقطه، واخد بال حضرتك الفرق قد ايه كبير؟ ده طبعا بدون حساب التصويت الجماهيري. ساديو ماني جه في المركز الخامس وخد حوالي 346 نقطه، فاحنا لو ضفنا ال 25% المخصصه للجمهور صلاح مش هيعدي ال 500 نقطه،
الفرق رهيب ما بين الثالث والرابع. فمعنى كده مش الاصوات بتاعت مصر هي اللي كانت مؤثره، انما احنا نشوف كمان خسر نهائي كاس ملك اسبانيا امام فالنسيا وميسي ما وصلش. ما انا مش قصدي انا بكلم حضرتك في ناحيه ثانيه، ناحيه ميسي خسر مع منتخب الارجنتين في كوبا امريكا تمام، انجازات صلاح مع المنتخب تمام. طب ما رونالدو كسب مع البرتغال نهائي بطوله الامم الاوروبيه مع البرتغال، ليه حضرتك ما حطيتش رونالدو المركز الاول مكان مانيه؟ هي حضرتك بص سألوها كتيره جدا طبعا، يعني انا عارف بس انا يعني ايه حبيت انا كنت في الملعب وشفت ماتش البرتغال والسويد وتابعت دوري الامم الاوروبيه. بس انا يعني برضو بصراحه رونالدو هو برضه خد دوري الايطالي، بس دوري الايطالي وساديو ماني مركز اول. بصراحه ساديو ماني هو تفوق على نفسه في السنه دي وقدر يرجع لمستواه، وده حتى من توتر كبير بين صلاح وماني في موضوع الاهداف والصراع والحاجات الكبيره اللي حصلت بينهم، انما مش حكايه ان انا منحاز لحد او ضد حد. تمام، كلنا نتمنى صلاح وكلنا تمام، وانا احب ان صلاح ياخدها حق مش مجامله. اصل صلاح ده احنا كده بنظلمه لما نقول واحد مجامله ونصوت له وخلاص، لا طبعا مفيش حاجه اسمها تصويت وخلاص، ده راجل محترم وحقه، وهو السنه الجايه هيتوهج وياخدها. انما يا جماعه ما يقعدش ندافع عن مجاملات وخلاص، لا ده حقه، هو صلاح مستني مني اجامله في صوت ولا اثنين؟ فالعمليه مش للدرجه دي، يعني صلاح اكبر من كده. حاليا صلاح هو نجم الشاشات هنا ونجم الاعلانات في المانيا مع كريستيانو رونالدو، في صور للقنوات الرياضيه هنا مثلا لميسي او اي لعيب ثاني، فالحاجات دي احنا بنرصدها وبنعملها. هل ده كده انا بجامله؟ ده حقه، بس المرحله الجايه خلاص، دي مرحله صلاح المرحله الجايه، انما مرحله رونالدو وميسي خلاص بتنتهي. طيب سؤال بصراحه يا استاذ هاني، هل حضرتك شايف ان ميسي هو من يستحق لقب افضل لاعب في العالم بكل امانه وكل صراحه؟ بصراحه في مدرستين بتبص للموضوع ده، في ناس بتقول لك دي جايزه فرديه فاحنا من حقنا نديها للاعيب اللي هو فرديا كويس، وفي مدرسه ثانيه بتقول لك احنا بنشوف انجازاته مع نادي مع منتخب بلاده. انا كنت في المدرسه الثانيه، بحيث ابص للاعيب مساهمته، عارف مش مجرد النتائج، يعني ما يهمنيش النتائج ايه، بس تاثيره ايه، بيعمل ايه، بيسوي ايه، الحاجات دي بتبقى مهمه جدا. اللي بقى في الملعب يشوف تحركات بازايك مع هولندا وحتى في ليفربول هيلاقي موضوع مختلف، رونالدو نفس النظام موضوع مختلف، ساديو ماني موضوع مختلف، في حاجات كده تلاقي نفسك حكينا، بس انت مقيد تختار ثلاثه مش هتختار خمسه ولا سته. بس انت تلومني لو انا يعني واخد موقف من حد، انما ده معيار ثابت انا بقول عليه منتخب بلادك ونادي، انما كلنا بنتمنى صلاح. انما انا على المستوى الشخصي يعني كنت افضل فان دايك بصراحه، بس انا اخترت ساديو ماني رونالدو محمد صلاح، انما انا ما كنتش ميال لمدرسه ميسي رغم ان الناس كتير شايفاها ان دي جايزه فرديه ودي احد، بس انا بحترمهم. استاذ هاني دانيال من برلين بشكر حضرتك شكرا جزيلا، يعني الاتصال قطع لكن بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ هاني دانيال، يعني مراسل صحيفه البوابه من برلين، واتكلم معانا بكل صراحه عن اختياراته وعن رايه في الجائزه بشكل عام. في مؤشرات تانية.